ازيكم يا جماعه، الاخبار؟ النهارده انا جاي اتكلم على 3 كلمات في الانجليش بيكتبوا بطريقه مختلفه لكن نطقهم بالظبط واحد، عشان كده بنتلخبط في السمع شويه ما بينهم. هنفرق ما بينهم بالكونتكست، عشان كده انا جايب النهارده اكزامبل. اول كلمه معانا اللي هي تي اتش اي واي ابوستروفي ار اي، اللي هي there. There. They're happy. They're happy. Okay. تاني كلمة معانا اللي هي THEIRLY. Example. Their teacher is crazy. Their teacher is crazy. Their teacher is crazy. Okay. تالت كلمة معانا اللي هي THERE. معنى هناك. مثال. There is chocolate in the kitchen. Really? Yes. Okay, just a second. There is a dog in the kitchen. I'll kill you for that.